بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. صدق الله العظيم. زي ما احنا شايفين النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن عسل النحل وشمع العسل. هنتكلم عن الفوائد بتاعت شمع العسل والعسل وايه فوائدهم الايام دي وفوائدهم على المدى البعيد وفوائدهم اللي احنا بنستفاد منها دايما، وكمان هنتكلم ازاي نفرق بين العسل الأصلي والعسل المضروب ومكونات شمع العسل وجميع التفاصيل الخاصة بالشمع وعسل النحل. بداية الفيديو كده أحب أعرفكم الأول عن إيه هي محاذير استخدام العسل أو إيه هي الحالات اللي بيفضل عدم تناول العسل فيها. وهي أول حاجة الناس المصابة بمرض السكر، وده طبعا ممكن يتناولوا عسل النحل ولكن بكميات محدودة وما يكونش في افراط في تناول العسل. تاني نوع من الاشخاص اللي المفروض تحاول انها تقلل او ان هي تمتنع عن تناول العسل هي الاشخاص المصابة بارتفاع ضغط الدم، وده بيكون في حالات معينة. في بعض الاشخاص بيتناولوا مكملات غذائية او ادوية او علاجات بتستخدم في ارتفاع ضغط الدم، ده طبعا ياخدوا بالهم جدا جدا من تناول العسل. تالت نوع هو الناس اللي بتصاب بانسداد الامعاء. طبعا شمع العسل كلنا عارفين ان هو ليه فوائد كتير جدا جدا، ولكن في بعض الحالات او تناول كميات كبيرة منه بتسبب في انسداد الامعاء. رابع نوع الناس اللي بتصاب بحساسية حبوب اللقاح، ده طبعا ياخدوا بالهم كويس جدا جدا من تناول العسل لان هما بيصيبوا بحساسية من العسل، وده طبعا لازم ياخدوا بالهم من تناول العسل. زي ما احنا شايفين خلال الفيديو انا هنا كنت بتكلم عن المعلقة اللي احنا ناكل بيها او المعلقة اللي احنا نستخدمها في العسل، وهي المعلقة البلاستيك او المعلقة الخشب، وده الافضل لان المعلقة المعدن بتخلي العسل بتاعنا لما بنحط المعلقة جوه البرطمان بتفقد المعادن القيمة الغذائية الموجودة جوه العسل. زي ما احنا شايفين انا هنا كنت بتكلم في الفيديو عن شمع العسل او العسل بتاع زهرة البرسيم، وهحكي لكم دلوقتي التفاصيل بتاعته وهوريكم كمان خلال الفيديو لو انا بتكلم عن الفوائد بتاعت العسل، فانتوا هتشوفوا خلال الفيديو ازاي نشوف العسل الصحي او العسل الصح المظبوط المعمول بدون اي اضافة اي سكريات خارجية او اي حاجة. فانا خلال الفيديو ان شاء الله هعرفكم كل التفاصيل. طبعا كلنا عارفين ان العسل عبارة عن سكر ونسبة السكر فيه مرتفعة جدا، فهو بيحتوي على 70-80% سكر، منها سكر فركتوز والجلوكوز واحادي السكرايد. طبعا فيه بروتينات ومعادن وفيتامينات كتير جدا جدا مهمة جدا جدا لصحة الانسان. من اهم فوائد العسل المعروفة تقريبا ان هو مضاد للبكتيريا ومطهر الفيروسات، ودي طبعا حاجة مهمة جدا واحنا محتاجينها جدا جدا الايام دي. كمان بيساعد على علاج الحروق والجروح، وده طبعا كلنا عارفينه وبنستخدم العسل طبعا من زمان جدا جدا في علاج الحروق. قبل ما ابدا واكمل في فوائد العسل، فانا خلال الفيديو زي ما انتم شايفين بوضح ازاي نشوف العسل بتاعنا عسل اصلي ولا عسل مضروب. فاحنا بنحتاج كوبايه من الميه تكون ميه من الحنفيه عادي، وبنحط فيها معلقة او معلقتين كبار من العسل لو المعلقة بتاعتنا صغيرة. وهنا بيكون لو العسل بتاعنا اصلي فبنلاقي العسل تراكم في ارض الكوباية كده وما اختلطش مع المية نهائي، ولون المية بتاعنا ما غيرش، ومع التقليب كمان بنحس ان قوام العسل تقيل شوية ومش بيتحرك معانا بسهولة، ولون المية بتاعنا مش بيتغير بسهولة، ده عن طريق استخدام المية. تاني حاجة اللي احنا لو استخدمنا العسل بتاعنا على جرح لو حسينا فيه بألم فمعناها ان العسل ده عسل صناعي. تالت طريقة تخلينا برضو نكتشف ان العسل ده طبيعي او صناعي، لو استخدمنا اليود فحطينا نقطة من اليود على العسل واللون العسل ده اتغير من اللون بتاعه الى اللون البنفسجي، ده برضو معناها ان العسل صناعي. لكن لو لونه متغيرش معناها ان هو عسل اصلي من رحيق الزهور. طريقة تانية لو بيتم دي عن طريق التذوق فالعسل الاصلي طعمه بيختفي من الفم بسرعة،
لكن لو طعمه فضل في الفم فترة طويلة فده معناها برضو ان هو عسل صناعي. دي شوية من الطرق اللي احنا نقدر نكتشف او نفرق بين العسل الاصلي والعسل الصناعي ازاي. وعايزة اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تحصلوا على اي نوع من انواع العسل من خلال الرابط اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف. طبعا العسل اللي انتوا شايفينه ده هو عسل زهرة البرسيم. تقدروا تطلبوه من خلال صفحة الفيسبوك، الرابط بتاعها هيكون موجود في صندوق الوصف. كمان هيكون موجود طبعا عسل السدر، وده طبعا افضل انواع العسل من انواع العسل البرية، بيستخرج من شجرة السدر. وطبعا عسل الموالح وعسل الكينيا وعسل زهرة البرسيم وعسل زهرة دبور الشمس وعسل القطن وعسل حبة البركة، كل انواع العسل ان شاء الله هتكون متوفرة، تقدروا تطلبوها وهتوصل لكم لحد باب البيت ان شاء الله باذن الله من خلال الرابط اللي موجود في صندوق الوصف. التواصل معنا من خلال صفحة الفيسبوك. هنرجع تاني بقى نكمل مع بعض كده ايه الفوائد بتاعة شمع العسل وفوائد العسل. طبعا كلنا عارفين ان العسل مهم جدا جدا في علاج مشاكل ارتجاع المريء، كمان العسل مهم جدا في علاج نزلات البرد والسعال، وكمان بتنصح بتناوله منظمة الصحة العالمية. كمان الفوائد بتاعة العسل منها ان هو بيحارب الالتهابات ومصدر مهم جدا جدا في الحصول على الطاقة، ويفضل كمان ان احنا نتناوله على الريق مع مثلا كوباية من المية وعليها نقطتين من الليمون، بتدي طاقة حلوة جدا جدا للناس اللي متحبش تتناول العسل كده بالمعلقة على طول. بيخفض من مستوى الدهون المرتفعة في الجسم اللي هو نسبة الكوليسترول. كمان بيحافظ على صحة الفم والأسنان، طبعا هو طبعا غير السكر فهو طبعا مهم جدا جدا ومفيد. كمان مغذي جدا جدا للبشرة وبيحارب رائحة الفم الكريهة. دي كده جزء بسيط من فوائد العسل. فانا دلوقتي هروح اتكلم معاكم بقى عن فوائد شمع العسل، وانا هخرجه معاكم دلوقتي زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. انا بس قطعته ب العصاية بتاعت الشيش علشان اخرجه، وهطلعه معاكم دلوقتي وهتكلم معاكم عن الفوائد بتاعته. كلنا سمعنا عن غذاء الملكات وكمان عن حبوب اللقاح اللي بتكون موجودة خاصة في شمع العسل. زي ما احنا شايفين كده الشمع هنا في اجزاء منه بيضة واجزاء منه غامقة، وده لان هو بيحتوي على حبوب اللقاح وغذاء الملكات. غذاء الملكات بيحتوي على ايه او ايه فائدته؟ هو بيتكون من البروتين، نسبة عالية جدا جدا من البروتين، واهمهم بروتين الرويالاكتين، وده طبعا مهم جدا جدا للانسان او لصحة الانسان. وكمان بيحتوي على كربوهيدرات ودهون واملاح معدنية وطبعا فيتامينات، وده طبعا مهم جدا جدا للانسان. اما بقى بالنسبة لحبوب اللقاح، فمن اهم الفيتامينات او العناصر او الاحماض اللي بتحتوي عليها حبوب اللقاح، فهي غنية جدا بفيتامين بي 5، وكمان غنية بفيتامين بي 3 وحمض الفوليك، ده طبعا مهمة جدا جدا ومفيدة لصحة الانسان. وبكده نكون قلنا النهاردة مع بعض الفوائد المهمة للعسل، وكمان بعض المعلومات عن العسل وشمع العسل وازاي تفرقوا بين العسل الطبيعي والعسل الصناعي. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. كمان تقدروا تطلبوا العسل عن طريق الرابط اللي هسيبه لكم في صندوق الوصف، والتواصل معانا من خلال صفحة الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.